وبعدين دور محمد المدفعي أكيد ابن ومدير أعمال والدي نعم مدفعي، وكذلك أعمل في مجال الإذاعة، إذاعة راديو فن. يعني انت الصبحيات دائما عند البرنامج؟ ايوه كل احترام لك. انا اسمي شكري سلفي بنت في مجموعه شركات في لندن، سلفي بنت وشريك محمد الدفاعي وصديق عزيز لسيد الهام ومحمد محمد منذ زمن طويل. اهلا وسهلا استاذ عودي شحال استلفيت مجموعه تواصل ورئيس الاستقرار مجد العطاري مدير عام لشركة بنسير للحلول الأمنية اللي هي بتقوم بأمن وحماية المعجنات بالأعياد في فرنسا. محمد جبير مدير عام شركة زين العلاقات العامة المتعاقدة لتنفيذ وإنجاح هذا المهرجان الدولي. ما شاء الله كل المديرين عاملين، انا فريما بندك عضو مجلس اداره غرفه تجاره كتله. جوده سهيل نائب رئيس الغرفه. شيخ جلال عضو غرفه تجاره كتله حماميه السندوي. علي ابو دي عضو مجلس اداره غرفه تجاره كتله. مش مخلي حدا يا رجل. انت القطاع الخاص منك. نبيل المندب مدير غرفه تجاره كتله. غالب شيخ شركه ترانا. محمد مدريش مدير رئيس مدينة الجديدة. إيمان العصار رئيس مدينة الجديدة. حبيب صباح رئيس بلدية الفروع. فاجي زيدان رئيس بلدية الفروع. سجاد الأزهر مباشرة. أنا هاني الحاج رئيس بلدية الصحور. طبعا أنا خريج العراق، خريج الجامعة المصنعية المستنصرية ببغداد من سنة 73 ل 78. شاربين مية دجلاز، شاربين من خير هضبة. أنا اسمي خبر حمد يار، رئيس مجلس المحل الخاص والنعمان، رئيس مجلس خبرات مشتركة في الشرق. رمزي صلاح، رئيس بلدية الطبري. سامي مروة، رئيس بلدية الجوحة. فؤاد سالم، مدير عام المحافظة. صالح صباح، مدير مكتب المحافظة. توفيق صلاح نائب رئيس بلدية الخبر. نداء رشمان شركة زين للعلاقات العامة. فيروز خوري موظف الغرفة التجارية. رمز المغطاس عضو بالغرفة التجارية. أحمد عبدين من محبي ومؤيدي أخي الهام وعضو غرفة التجارة الفكرة. سناء طاري محاضرة في جامعة بيت زين، وأتيت برفقة زوجي مجد العطاري. كنت سابقا عند المهندس راجي زيدان طبعا رئيس المهندسين. بسمة عصفور زوجة الدكتور عبد الحاتم معجبة بالفنان الهام. اهلا وسهلا فيكم جميعا، احنا ما بدنا نعملها رسميا لكن نحن نعرف من البدايه كان يجب ان يكون هذا التعامل كمان خاصه اللي قامت فيها